السلام عليكم ورحمة الله. نذكر أعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على ما ممارسة رفع الأثقال. كاين الناس تتباهي تولي بالجسم تاعها تولي ثاني قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لك: من كان يريد أن يكون أقوى الناس فليتقي الله. كاين كثرة الرياء، يولي الجسم تاعو يولي للناس باللي هذا كاع ماشي مليح. يعني بنادم هذا التباهي وهذا رياء. بو سبور ميسكيلاسيون هو سبور مليح، الإنسان يساعد الإنسان في الكور تاعو منه، والكور يحتاج يكون شباب منه ولازم نديروه. حنا نديروه بيان سور، نديروه للصحة ماشي نديروه للتباهي. بون أنا الرياضة نديرها على الصحة تاعي، باسكو الصحة امبورتون، فهمتني؟ باه تباهي كدايا منا تجي واحد هاك نكذب عليك. باسكو علاه؟ شغل أغلبية الغاشي قاعدين ندير الرياضة في الشتاء باه تباهي بها في الصيف، هذا واش كاين، فهمتني؟ سما حنا يا واشنو شوف، وزيد سبور يطلع المورال، مورال مو ما شاء الله، مام شغل كاريزما تاعك، مام الكاريزما تاعك ما شاء الله، فهمتني خويا؟ بل تباهي تباهي وهذوك الصوالح يجوا وحدهم. عدنا في القصة تاع سليمان عليه السلام: وزدناه بسطة في العلم والجسم. يعني إنسان في أي لحظة إذا كان يقي ربي يقدر يردو ضعيف. سما دير سبور على اساس انك تشتي الرياضه، فهمتني؟ تحسن الماكله تاعك، تريقل اموراتك وتنظيم الوقت، فهمتني؟ تفرق بين سبور وبين الخدمه وبين القرايه وبين اي عبسه، والتباهي يجي وحده. سما اول حاجه المليحه فيه هو يسقم لك الكور تاعك، ما من لبسه تجيك بيان، فهمتني؟ قال الله في كتابه: خلق الانسان ضعيف. الانسان كي يدير رفع الاثقال يديرها صح الجيم، ولازم يستر، ماشي اللي عنده العضلات لازم يسترها باللباس باش ما يبانش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع منطو. كاين اللي يفتخر بالكور تاعو يبين الكور تاعو باش يبنيه التباهي والاخر، مي هو سبور للجسم ديالك خير. يعني ماشي اي انسان يوري الجسم تاعو ويدعى على خوه، هذا كاع منهيه. النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياء اصح الجواب.